بجد ترحب بحضراتكم مره تانيه، وبالتاكيد زي ما كنا بنتكلم قبل الفاصل، مصر اصبحت هي قبله تنظيم البطولات العالميه، وفي ظل تنظيمنا لبطوله العالم للخرطوش في مصر سعدنا نكون معنا الان احد الكيانات الهامه جدا في هذه البطوله. اكيد لجنه الحكام هي لها دور كبير جدا ودور مساعد كبير قوي في نجاح هذه البطوله، بس عدنا في استضافه اليوم رئيس لجنه الحكام لبطوله العالم للخرطوش القبرصي المصري يانس هيركليوس. اهلا بحضرتك يا فندم، وسعداء بوجودك معانا في برنامجنا، وسعداء بوجودك في مصر بالتاكيد. شكرا جزيلا على استضافتي في هذا البرنامج. في البدايه، اول زياره لحضرتك لمصر ولا كان في زياره مسبقه قبل كده للقاهره؟ ربما زرت القاهرة في السابق ولكن ليس من أغراض الرماية، لكن زرتها كسائح فقط وزرت الأهرامات آنذاك. انطباعك عن الحضارة المصرية 25 years ago. 20 عاما مضت. وتطورت مصر منذ ذلك الحين بشكل كبير. في تغيرات لاحظتها في تواجدك هنا في مصر؟ طبع بالتأكيد طبعا. خلينا أسألك عن طباعك عن تنظيم مصر لبطولة العالم للخرطوش، شايف استعدادات الاتحاد المصري للرماية لهذه البطولة على قدم وساق، وشايف أن في أساليب أو بنية تحتية لنجاح هذه البطولة؟ الاتحاد المصري للرماية حقق عمل رائع، أكثر من رائع، قام بتجهيز كل شيء، كل تفاصيل لم أتخيل على إطلاق كيف كانت عملية الاستعداد لهذه المسابقة بهذه الطريقة، لم أشاهدها من قبل، وهي كأس العالم، هذا الحدث الكبير الذي يتطلب كثير من الإعداد، خاصة في تلك الفترة التي يجتاح العالم هذه الجائحة كوفيد-19 والعديد من الدول حول العالم، خاصة الدول الأوروبية كان من الصعب عليهم تنظيم مثل هذه البطولة العالمية، وبالتالي هذا إنجاز كبير. ده أعتبر من حضرتك كلام حضرتك ده شهادة وسام للدولة المصرية والاتحاد المصري عن خوض تجربة صعبة جدا وتجربة فيها تحدي لتنظيم كافة البطولات، مش بس بطولة العالم للرماية على أرض مصر. بالتأكيد ده شيء يدعو بالفخر. خليني أسألك، تابعت يمكن في الفترة الأخيرة في مصر عن كأس العالم لكرة اليد، شاهدته وشاهدت التجربة الفريدة الخاصة بالفقاعة الطبية، وكان هناك لها صدى في الاتحاد الدولي للرماية لتنظيم مصر أو إسناد بطولة كأس العالم للرماية لمصر في هذا التوقيت الصعب زي ما حضرتك ذكرت، وهو التوقيت الخاص بجائحة كورونا اللي صعب من أي من الدول الأوروبية التنظيم في هذا الوقت، ومصر تحملت ذلك وكان مردود بطولة العالم كرة اليد على اللاعبين، وشافوا النجاح اللي تم في هذه البطولة ازاي. أنا أعتقد أن الاتحاد المصري للرماية عمل بقوة من أجل إنجاح هذا الحدث وهذه البطولة، وأن تكون مصر فخورة، لا تقلق بهذا الأمر على الإطلاق. أكيد فخورين بالتأكيد. خليني أسألك على أهمية هذا البطولة على المستوى الفني. كما تعلم أن آخر مسابقة أو بطولة لكأس العالم للرماية عقدت منذ عام في قبرص، وفي نفس الفترة في شهر فبراير 2020، ومنذ ذلك الحين لم تقم أي بطولة دولية على الإطلاق حول العالم، وبالتالي هذه البطولة الأولى بعد عام من التوقف. كل الرماة وكل عائلة الرماة هي هذه البطولة الأولى التي يشاركون وينتظرون بلهف على حر من الجمر المشاركة في هذه البطولة، هذا العمل. نحن ننظر الآن، الأعيون تتجه إلى القاهرة الآن في هذه اللحظات. ده حقيقي، اللاعبين عندها شغف أن تعود مرة تانية للعب من خلال بوابة هذه البطولة المقامة في مصر. بالطبع، ولما لا؟ هذا هو السبب وجودنا هنا، القمة ولاعبي أو الرماة في العالم يأتون إلى القاهرة، كلهم هنا من أجل النساء أيضا. صحيح. خليني أسألك عن أهم المتطلبات لنجاح أي بطولة للرماية، وهل حضرتك شاهدتها في هذه البطولة في مصر؟ No protest.
الأهم هو عندما يقول عدم وجود أي احتجاجات، عدم وجود توقف، سيكون الرماة سعداء جدا، وبالتالي سيكملون مشاركتهم بشكل ميسر عندما يكون هناك أي توقف أو أي اعتراضات على الإطلاق. كان عندك كان عندك أي تردد في قبولك لمهمة رئاسة اللجنة التحكيمية لبطولة العالم للخرطوش، ولا قبلت على الفور بما أنها البطولة في مصر؟ توافقت أيضا على رئاسة اللجنة لأنني أحب وأعشق ما أعمله عملي على الإطلاق، وفوق كل ذلك فأن الاتحاد القبرصي أيضا للرماية والمصري أيضا وعلى مدار سنوات كثيرة لديهم صداقة كبيرة بين الاتحادين. أكيد طبعا، يعني صداقة قائمة ما بين الشعبين القبرصي والمصري، وده شيء يدعونا للإخاء ويدعونا بالسعادة أن حضرتك بتبقى متواجد وتقول هذه الشهادة في حق الدولة المصرية بالتأكيد، وفي حق الاتحاد المصري للرماية الأكيد مش هيبخل ولا يكل جهدا في تنظيم هذه البطولة لتظهر بشكل جيد جدا أمام العالم. خليني أتطرق معاك للرماية بشكل عام. التحكيم في بطولة العالم للرماية، الكثير ممكن من المشاهدين لم يتعرف عن كيفية التحكيم لبطولات الرماية العالمية. لا توجد حدث رياضي على العالم دون وجود محكمين، كرة القدم، كرة الطائرة، كل الألعاب والبطولات العالمية دائما تتطلب وجود حكام للسيطرة على ميدان الرماية كما يحدث للرماية. نتحدث عن أي ميدان أو أي ملعب تقام فيه هذه الحدث الرماية بصفة عامة، فإن الحكم عليه أن يتخذ القرار إذا كان الهدف قد أصيب أم لم يصب، وبالتالي عليه أيضا أن يفحص ويراجع موقع وموقع الرامي وملابسه التي يرتديها أثناء عملية الرماية، وموقع أيضا من البندقية، أو إن أصاب الهدف في موقع صحيح وفي مكان صحيح، لأنه لا يستطيع أن يقوم بالرماية من أي مكان يحلو له. وبالتالي كما قلت لك، مثل أي رياضة في العالم يجب أن يكون هناك شخص يراقب ويحكم. طيب، كم عدد محاولات الرامي في المضمار الواحد أو المحاولات الخاصة بالإطلاق، وفي نفس الوقت إيه الملحوظات اللي ممكن تبطل محاولة اللاعب في الرامية؟ أنت تعني أثناء المسابقة؟ يس، أثناء المسابقة يقوم الرامي بإطلاق على 125 هدف، 125 هدف منفصلة في 5 جولات مختلفة، كلها 25 طلقة يقوم. وبعد هذه مرحلة التأهل، بعد التأهل من هذه المرحلة نصل إلى مراحل النهائية والتصفيات النهائية. ربما أول 6 رياضيين طبقا للترتيب والنتائج التي حققونها يقومون بالمشاركة في النهائي. النهائي يعتمد أيضا على نوع الحدث وعلى المسابقة، إذا كانوا يقومون بالإطلاق على 50 هدف آخر، وإذا كانوا يقومون أيضا بإطلاق أو 60 هدف حسب نوع المسابقة. أنا شخصيا أؤمن بأنه هذه الرياضة هي أحد أكثر الرياضات تشوقا، أنت تشعر بالاشتياق لمشاهدتها، لديك إحساس أيضا مثل الإحساس إلى الرامي أو الرياضي، هذا الأهم في هذه المسابقة وهذه الرماية. بيحتاج لتركيز عالي جدا عشان يقدر في اللحظة المناسبة أنه يطلق الطلقة لإصابة الهدف. بالضبط كما وصفتها. وأيضا الناحية البدنية واللياقة، ليس فقط اللياقة البدنية ولكن أيضا الذهنية والبدنية، أيضا يجب أن يكون متميز في الناحيتين. التدخل التحكيمي، بمعنى هناك محاولة خاطئة،
ايه هي الاسباب اللي ممكن حضرتك توضح لنا ان انا الحكام تقدر تبطل رميه لاحد الرماه في المرات المختلفه لاصابته الهدف؟ الآن مع تقدم التكنولوجيا ووجود الفار أصبح الأمر أكثر سهولة. أنا أؤمن بأن الفار سيساعد الحكام على تطوير أنفسهم بشكل أفضل. قبل ذلك وقبل وجود الفار كنا نرتكب الأخطاء، ولكن ومع ليس لأننا كنا نريد ارتكاب هذه الأخطاء، ولكن الأخطاء تحدث. ولكن مع ظهور تقنية الفار نستطيع أيضا تجنب مثل هذه الأخطاء وتصحيحها، وهي طريقة لمساعدة الرماة أيضا على أن يكونوا أكثر هدوءا ويستمتعون بما يفعلونه بهذه الرياضة. أنا أؤمن بالفار على المستوى الشخصي. الفار ايضا بيكفل في الرمايه حقوق اللاعب كمان عشان يقدر يبقى عنده نوع من انواع الثقه التامه في التحكيم وعدم ظلم التحكيم. لسه اسئله كتيره جدا هتبقى معانا في فقرتنا الحواريه مع مصر يانسن. رئيس الاتحاد ورئيس لجنه الحكام في هذه البطوله، لكن بعد هذا الفاصل. From Romania. From Slovakia. دولة السودان. بجد ترحب بحضراتكم مرة تانية، وأكيد مصر يانس بجد ترحب بحضراتكم مرة تانية. قبل الفاصل كنا بنتحدث عن خاصية الفار والتكنولوجيا في التحكيم. خليني في البداية أسألك عن الفرق الفار في الرماية عن كرة القدم. الاستخدام إمتى ممكن يطلب اللاعب رجوع للفار ولا ملوش الحق؟ وامتى الحكم ممكن يوقف المسابقة عشان العودة للفار؟ طبقا للقواعد المنظمة، الرامي أو مدربه أو قائد الفريق وداخل الميدان لديه الحق في أن يطلب مساعدة الفار مرتين، والحكم أيضا لديه القرار، وهذا هو الفارق ما بين الحكم والحكم المساعد، وبالتالي يستطيع أيضا أن يقوم بفحص أو العودة إلى الفار. المسؤول هو عن الفار هو الحكم الأساسي وعضو التحكيم أو الحكم المراقب، أيضا هما من يحق لهما مشاهدة الفار ومراجعته، وقرارهما هو النهائي. ايه الحالات اللي يعني بيرجع عليها الفار؟ يعني هل هناك حاله معينه تقدر تقول لي مثال للعوده للفار فيها اثناء سير الرامي او اثناء سير المسابقات؟ في مراحل النهائيه نستخدم ايضا الاضواء الكاشفه، هي ايضا تستخدم هذه نوع من البودره، وطبقا لقواعد اللعبه اذا اثناء اصابه الهدف احيانا ونحن كبشر ربما نستطيع ان نرى بوضوح هذه البودرة المتصاعدة من الهدف، وبالتالي ربما نستطيع الموقع الذي كان انطلق منه أيضا الرامي كان أيضا في وضع أفضل من أو الحكم أو أيضا من المدير الفني يستطيع أن يرى هذه البودرة. في هذه الحالة يستطيع أطلب مساعدة الفار لاتخاذ القرار هل تم إصابة الهدف من عدمه.
ربما هذه هذه هي الحالات التي نعتمد بها فيها على الفار. تيالي قال الكثير جدا من اي من الاعتراضات من اللاعبين على الاجهزه الفنيه ومن حالات الخطا التحكيميه اللي وارد تكون موجوده في اي مسابقه. اوف كورس بالطبع هذا يحدث. فيري نورمال. هذا امر طبيعي. ده حقيقي. لا هناك بعض المشكلات لسه في كره القدم. اوكي بات سوات during the qualification اثناء عمليه التاهل لا نستخدم ايضا هذه الاهداف المضيئه possible to have ولكن يمكن استخدامها اثناء بعد مرحله التاهل مرحله بعض ايضا ربما تاتي بعض الاعتراضات ولكن لأن لدينا حكم أيضا المراقب لديه رأيه أيضا وبالتالي نتخذ القرار النهائي ولكن ليس الأمر صعب مثل المراحل النهائية عندما نستخدم أيضا الأهداف المضيئة لأنها أكثر صعوبة في أن تتضح من خلالها وجود بعض الدخان أم لا. هذا أمر ليس بيسير ولهذا السبب أنا أعتقد بأنه في الرماية الفار يعد ضروريا في هذه الحالة بالتأكيد طبعا لو بهذه الشكلة وصعوبة رؤية المادة البيضاء أو البودرة الخاصة بالهدف إصابة الهدف بيبقى فعلا في التوقيت الليلي بيبقى صعب جدا. خلينا أسأل حضرتك عن الإمكانيات الميادين المصرية تصنفها بدرجات عالمية هل هناك أي من الميادين أعلى ولا الميادين المصرية مجهزة بالشكل العالمي هاي ليفل على مستوى عالي جدا لا يمكن أي وجود أي ملحوظات أو أي فارق لهذه الميادين مقارنة بالميادين العالمية على الإطلاق لا أكيد بيدي نوع من أنواع الثقة في الاتحاد الدولي بإسناد مصر أي من البطولات العالمية لمصر بالتأكيد ولما لا هذه ثقة أيضا وأكيد للاعبين أيضا بما عندهم رغبة على طاقه في الرمايه اللاعب بيبقى عنده اللاعبون والحكام وكل التسهيلات المتاحه كل هذه الامور على ما يرام هنا واكثر من رائع انا هنا منذ الجمعه الماضيه ايضا وزرت ميادين الرمايه وفحصتها كل ما رايته يبدو رائع ليس هناك اي شكوى على الاطلاق او تعليق is for your federation. وايضا هذه شهاده للاتحاد المصري للرمايه. شيء يدعو الفخر بالتاكيد وخليني اخذك لنقطه خاصه بالكيان المصري يعني في ظل هذه الجائحه وفي ظل تعثر كثير من الدول الكبرى لتنظيم هذه البطولات شايف ازاي ان مصر بتنظم هذه البطولات المختلفه الرمايه منها ويمكن من قبلها كمان كاس العالم لكره اليد. هل في وجهة نظر حضرتك شايف مصر أصبحت من صفة الدول لتنظيم البطولات المختلفة هنا في مصر؟ As you know, all countries, كما تعلم إن كل الدول خاصة الدول الأوروبية والشمال أوروبا تعشق زيارة دول البحر المتوسط دائما سواء للتدريبات تدريب أو لإجراء الرماية أنا أتحدث عن الرماية دعني أتحدث عن الرماية لا يستطيعون أن يقيمون عمليات الرماية أثناء الشتاء هم يزوروا دول البحر المتوسط من أجل التدريب وبالتالي لماذا لا نستخدم هذه هذا السحر في أيدينا وفي بلادنا كدول بحر متوسط من أجل إقامة مثل هذه السباقات واستضافتها وتنظيمها لدينا الطقس الرائع لدينا التسهيلات ولدينا البنية التحتية ولدينا أيضا الأشخاص الأكفاء في هذه الدول لماذا لا في هذه الحالة
لدينا كل التسهيلات من أجل إقامة بطولة رائعة في دول البحر المتوسط. حضرتك بتقعد مع الاتحاد المصري للرماية، بتقدم مقترحات إمكانية إقامة بطولات مختلفة ممكن تكون دولية بغض النظر عن بطولات العالم في توقيتات مختلفة من السنة، اقتراحات لإقامة معسكرات لاعبين من مختلف الدول اللي يمكن زي حضرتك ذكرت ممكن يكون الطقس صعب عندهم جدا لممارسة الرماية في توقيتات الشتوية. Why not؟ ولما لا ولما لا أفعل ذلك؟ Sports holiday. كل يوم أتحدث عن ذلك. We have everything. لدينا كل شيء يتطلع إليه العالم في هذه البطولات. أنا أتحدث معك في الرماية الآن. الرماة يتطلعون دائما يبحثون عن طقس جيد وطعام جيد وفندق إقامة جيد والتسهيلات أيضا لعمل التدريبات. نحن نقدم لهم ذلك في دول المتوسط. سعيد بلسان حال لغة حضرتك وتقول نحن، أو بمعنى صح حضرتك معتبر نفسك أحد أفراد الأسرة المصرية لتنظيم هذه البطولة، فده شيء إنما حينهم اللي سعادتك أكيد بتواجدك هنا في مصر وسعادتك أكيد بتنظيم بطولة زي هذه البطولة في مصر والتعاون الموجود من الاتحاد المصري مع حضرتك بالتالي. نعم نحن نسعى دائما لإقامة بطولة ناجحة وأن يقدم للرماة كل ما يتطلعون إليه وأن يجدوا التدريب المناسب للمسابقة لمعسكرات التدريب كل ما يحتاجونه. نحن نريد إسعادهم وأن يتمتعون بهذه الرياضة. هذا هو دائما هذا هو هدفنا ورغبتنا دائما كأشخاص قائمين على هذه البطولة وننتمي إلى عائلة الرماة. دائما نريد دائما أن نشعرهم بالسعادة وفيما يفعلونه، لذلك هذا ما نفعله. يمكن حضرتك وبتواجدك معانا هنا في القناة الناقلة الحصرية لهذه البطولة اللي بتسعى دايما لإبرازها للعالم كله، حابب لو حضرتك توجه رسالة لكل اللي بيشاهدونا في العالم عن إقامتك في مصر، عن تنظيم البطولة الرماية بطولة العالم للرماية هنا في مصر، عن الأجواء في مصر، رسالة بشكل عام. كل الأمور حتى الآن أكثر من رائعة. أنا هنا منذ الجمعة الماضية وزرت ميادين الرماية كل يوم وكل التسهيلات المقامة على أعلى ما يرام. الإقامة أكثر من رائعة، وسائل النقل كل شيء. نحن لماذا ماذا نتطلع؟ أشكركم على حسن الضيافة وعلى هذه الجهود وسنسعى أن نقدم ما وسعنا لإنجاح هذه البطولة. احنا اللي سعداء بتواجدكم وتحديدا حضرتك اكيد دولة قبرص، يمكن هناك اصول من العلاقات القوية جدا فيما بين الشعبين المصري والقبرص وصداقات قوية جدا. يسعدنا بتواجد حضرتك اكيد على رأس لجنة الحكام لكأس العالم للرماية. سؤالي الاخير ويمكن ده اللي هختم بيه، عندك في برنامج حضرتك للزيارات؟ هل في زيارة للأهرامات؟ هل في زيارة للأماكن السياحية معدة في توقيت ما في زيارتك هنا للقاهرة في هذه البطولة؟ للأسف ليس الآن. الجدول كما تعلم في لمدينة الرماية سيبدأ مبكرا جدا في صباح الغد وسينتهي في المساء، ليس هناك وقت على الإطلاق لأي زيارة سياحية. لا إن شاء الله يكون في زيارة أكيد، وحتى لو بعد البطولة وأكيد ده هنتواصل فيه مع أستاذ رئيس الاتحاد أن يكون في هناك أحد الزيارات أكيد. أنا أخطط ربما مع زوجتي كسائح لزيارة مصر وسأقضي عدة أيام ووقت رائع وأنا متأكد من ذلك لاحقا إن شاء الله. هتشرفنا وهتنورنا وهنكون سعداء ومرحبين بتواجد حضرتك بالتأكيد. نحن كأصدقاء وكمصريين دايما وأبدا بنسعد بوجود كل زائر على أرض مصر وتحديدا الشعوب الصديقة، فده في حد ذاته بيكون لنا من نوع من أنواع الفخر بتواجدكم هنا
في مصر، واتمنى لك ان شاء الله بطوله موفقه واداء تحكيمي كلجنه التحكيم بشكل عام موفق ان شاء الله في هذه البطوله. كنت سعيد بتواجد حضرتك معايا النهارده واتمنى لك التوفيق. Thank you very much. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. I want to tell you that وأريد ربما أن أتحدث بكلمات نحن جيران كما تعلم. We are مصر و 50 ميل فقط تبعدنا عن مصر. We feel all نحن نشعر دائما بأننا كدول بحر متوسط yes. تربطنا Thank الجيرة much, شكرا جزيلا على كل شيء. Thank you for you Mr. Jens. أكيد طبعا النهاردة كنت يمكن في لقاء مع مصر Jens كنت في الانترو حابب اتكلم، هل اتكلم بس عن حتة ان احنا نكون عندنا تنظيم بطولة ولا استضافة ولا تنظيم جيد، كل الامور دي وانا بتكلم معاه يمكن في الحلقة ويمكن قبل الحلقة كمان عنده حالة من السعادة بتواجده في مصر. ده شيء بيخلونا احنا كمصريين نكون فخورون بده ونسعى دائما لتقديم الافضل لكل البطولات المقامة هنا. هم سفراء لوطنهم هنا في مصر، اكيد لما ينقلوا الصورة بشكل جيد شيء يدعوك للفخر. تاني بكون سعيد جدا لما يبقى عندنا بطولات بتدي انطباع جيد جدا عند كل ضيوفنا وعند كل اشقائنا من الشعوب المختلفه. يمكن قبرص تحديدا 50 ميل زي ما مستر يانس قال، ده حاجه تخلينا احنا فعلا قرب المسافات يخلي الامور كانها فيها حماميه كبيره جدا. شكرا جزيلا مره ثانيه، اتمنى لك اقامه سعيده والتوفيق ان شاء الله. شكرا جزيلا. Thank you very much. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا على هذه الاستضافه. ختام حلقتنا اللي كنا اكيد نطرقنا فيها الاخبار كثيره جدا، وكان ختامنا النهارده الحديث عن بطوله العالم للرمايه المقامه في مصر، وكان في ضيافتنا رئيس لجنه التحكيم مستر يانس هيركليس اللي كان في ضيافتنا النهارده، وضح لنا الامور الكثيره جدا خاصه بالتحكيم في الرمايه. بكده ختام حلقتنا، اتمنى تكون نالت اعجابكم ان شاء الله، واشوفكم على خير غدا ان شاء الله في حلقه جديده.